بسم الله الرحمن الرحيم يا أهلا بيكم ساعات بقعد أفكر في حكاية اللغات في خمسة آلاف لغة موجودة في العالم منهم ألفين لغة في أمريكا لوحدها طيب الخمسة آلاف لغة دول كل لغة طلعت لوحدها كده ما تقربش للتانية خالص ولا في علاقات بينهم أه لابد في علاقات بينهم بدليل مثلا اقعد افكر في كلمه عربي زي كهف الاقيها في الانجليزي كيف في الفرنساوي كاف وفي الايطالي كاف وفي اللاتيني كافوس الله دي حاجه غريبه قوي مثلا نبيل نبيل في نوبل وفيه نوبيلس وفيه نوبل يبقى برضه غريبه يعني الانجليزي نوبل فرنساوي نوبل في اللاتيني نوبيلس آه العربي نبيل طيب ايه الحكايه القصر مثلا في كاسل وقصر وكاسل وكاستيلو بالايطالي مثلا كلمة زي القسط القسط يعني بالعربي العدل القسط نلاقيها في الانجليزي جست في الفرنساوي جست في الايطالي جستو يبقى إذن في حاجة بقى السكر شجر سكر زكر بالالماني زكورة بالايطالي إيه برضه حاجات غريبة دي، ده دي, دي بقى حكاية، طب مين خد من مين؟ الأرض مثلاً بالألماني إرد وبالإنجليزي إرث، واضح إن في علاقة بين التلاتة، أرض، إرد إرث. طيب إذا كان الحال بالشكل ده، يبقى مين خد من مين؟ مين اللغة الأصل؟ هل في لغة أم تسلسلت منها وتنوعت اللغات كلها؟ ده السؤال الكبير اللي جماعه بتوع اللغويات عاكفين عليه. طبعا في شله اصحاب مصلحه دخلت ها على الحكايه دي علشان تقول العبري العبري هي اصل اللغات. العبري اصل اللغات. اهو ده مش ممكن. طبعا هي في هنا دوافع سياسيه انهم يقولوا اللغه لغتنا واحنا زي ما كان بيجن في ايام كامب ديفيد بيميل على المرحوم على السادات وبيقول له احنا اللي بنينا الاهرام. او مثلا نشوف في فيلم المهاجر العبرانيين بي بيقولوا ان هم اللي علموا المصريين الزراعه طب ازاي؟ ازاي ده المصري ده اول فلاح في العالم؟ والعبرانيين تاريخهم كله بدءا من ذرية يعقوب ده من خمسة آلاف سنة تقريبا طيب والعشرة آلاف سنة اللي قبل كده كنا بنزرع ازاي او مثلا كلامهم بان موسى هو اللي علم نبي موسى عليه السلام هو اللي علم المصريين التوحيد وانه جه لقاهم على الكفر وعلى عبادة الاوثان طبعا ده غير صحيح لان اولا كل الانبياء العبرانيين ابتداء من يعقوب واولاده نزولا لغايه ما نوصل لموسى دول جم مصر قبل عهد الاسرات يعني في ايام الملوك الهكسوس وفرعون الخروج هو الملك الهكسوس السادس وهؤلاء الملوك كانوا عباد اوسام وكانوا كفره اللي هم الهكسوس دول انما المصريين نفسهم كانوا على توحيد وكانوا على توحيد خالص اللي هي الملة الإدريسية الحنيفية لما نزل لما نزل سيدنا إدريس مصر لما جه سيدنا إدريس مصر ونزلت و عليه الرسالة هو أول واحد أدخل التوحيد في مصر والكلام ده كان فين ده قبل العبرانيين بكذا ألف سنة وصحف ادريس هي اللي موجوده بالفعل اللي هي كتاب الموتى ومتون الاهرام وفيها اناشيد توحيد عجيبه ما فيش توحيد بعد كده فالمصريين كانوا على الملة الإدريسية الحنيفية وكانوا موحدين لما جم ذرية يعقوب وابتدى العبرانيين يدخلوا مصر ولما جه موسى ودعا للتوحيد كان بيدعو مين مش المصريين بيدعو الهكسوس الكفرة وكان صراعه مع فرعون الخروج اللي هو لم يكن في رمسيس أبدا فرعون الخروج كان سادس ملوك الهكسوس فهم دول الكفرة هم دول عباد الأوسان وحكاية تعدد الآلهة اللي بيقولوها عن القرآن المصريين دي فرية لأن أنوبيس وبتاح وأمون وراع كل دول أسماء آه للملأ الأعلى أو لما لقوة ملائكية أو حاجة بالشكل ده لأن هو نقرأ في كتاب الموتى إن كل دول خاضعين لأمر إله واحد ما فيش غيره المتصرف في الكون هو إله واحد يبقى كل الأسامي دي حكمها آه حكم اللي بنقوله على جبريل وإسرافيل ودول كلهم هي ملائكة وقوة بدليل إن كلمة نتر الفرعونية دي أو الكلمة الهيروغليفيه نتر مش معناها إله نتر معناها المنتسب إلى العرش منتسب يا زي زي الحافين الملائكه الحافين بالعرش الملا الاعلى حاجه بالشكل ده فاتفهم مساله التعدديه في مصر فهم غلط والوثنيه فهم غلط وان رساله موسى كانت موجهه لدول هي ما كانتش موجهه لدول بالمره ده كانت موجهه الى الهكسوس الكفره وكان صراع موسى كان مع مين؟ فرعون الخروج فرعون الخروج لم يكن رمسيس كان اخر ملوك الهكسوس في الاسره الاولى من الهكسوس اللي هو سادس ملوك ملوك الهكسوس. يبقى المسألة كلها فيها نوع من التدليس وتشويه التاريخ وعشان يتقال في النهاية إن العبرانيين هو اللي هم اللي علمونا الزراعة، هم اللي علمونا التوحيد، هم اللي بنوا الأهرام. اللغة هي لغتهم وكل اللغات اللي في العالم متسلسلة من هذه اللغة العبرية عشان يقولوا إحنا بقى إحنا الحضارة إحنا إحنا فدي نوع من التمهيد للقوى الصهيونية العالمية بتمهد للسيادة والريادة لإسرائيل في السنوات القادمة كل ده تشويه إعلامي متعمد لكن لما نناقشه بقى نلاقيه كله صفصطة وكله كلام فارغ فنرجع لكلامنا بقى نقول بقى حكاية اللغات الخمسة آلاف لغة وقلنا إن الخمسة آلاف لغة ما نشأتش كل لغه لوحدها أبدا دول كلهم جم من لغه واحده لكن لم تكن اللغه هي اللغه العبريه للأسباب الآتيه بقى أولاً اللغه اللغه العبريه لغه حديثه بدأت من 1200 سنه قبل الميلاد يعني عمرها كله كتير لما يعني نديها شويه 4000 سنه دي عمر الإيه؟ اللغه العبريه آه اللغه اللغه العبريه آه في الواقع هي اللغة بالنسبة للغويين بيقولوا عليها اللغة من المستوى الثالث ولغة ناقصة لأنها أولا جذورها اللغوية 2500 جذر لغوي وقعدت حروفها 19 حرف وفي العبرية الجديدة لما زودوا شوية 22 حرف في الوقت اللي اللغة العربية بقى أولا أقدم تاريخ اللغة العربية حوالي 8000 سنة قدما بينما تاريخ اللغة العبرية 4000 سنة فيبقى طبيعي إن القديم هو اللي يبقى الأب يبقى اللغة الأب هو هو المرشح لأنه يكون الأصل إنما ما نقدرش نعكس الآية ثانياً اللغة العربية لغة غنية جداً 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 من ناحية الجذور فهي فيها 16000 جذر لغوي بينما اللغة العبرية 2500 جذر لغوي واللغه الساكسونيه 1000 جذر لغوي واللغه اللاتينيه 700 جذر جذر لغوي واللغه العبريه 2500 جذر لغوي كل دي لغات فقيره في الـ 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 ايه الاصول الـ 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 بتاعتها وفي نفس الوقت نلاقي ان اللغه العبريه 19 حرف بينما اللغه العربيه 28 حرف نلاقي اللغه العربيه اقدم بكام ب 6000 سنه او 4000 سنه من اللغه ال, ايه ال اللغه العبريه فدي كل دي اسباب هتجعل ان اذا كان نتكلم على الاصل يبقى نشوف للاقدم والاقدم هي اللغه العربيه اللغه العربيه اغنى في الجذور اللغه العربيه هي لغه من المستوى الاول بينما اللغه العبريه هي لغه من المستوى الثالث ليه لان هي جايه سلاله من اللغه الاراميه واللغه المؤبية واللغه الكنعانيه دي كلها لغات المستوى الثاني ف اللغة الأرامية دي اللي هي كان بيتكلم بها سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء, أبو الأنبياء واللغة الأرامية دي سموها أرامية لأنها لغة الأراضي العالية من عارم يعني عالي اللغة الكنعانية الأراضي الواطية دي كان بيتكلم بها الفلسطينيين كل هذه اللغات الوسيطة هي اللغات اللي جت منها اللغة العبرية فيعني ادي حاجه نلاقي ايه الاصل بقى بتاع اللغات دي اللي هي الاراميه والكنعانيه كلها متسلسله من لغه اقدم بيسموها لغه ذات المستوى الاول اللي هي اللغه العربيه هي اقدم لغه بدليل المخطوط اللي لقوه في سينا في منجم من مناجم الفيروز مخطوط عمره 4000 سنه أقدم مخطوط في العالم مكتوب بلغة هو هذا المخطوط فهي العربية أقدم اللغات وأكمل اللغات ليه بقى مش بس حكاية إن هي غنية في الجذور ستة ألف جذر لغوي لا ها اللغة العربية غنية في, في الكلمات في المفردات يعني مثلا الأسد شوفوا بقى الأسد له كم اسم في اللغة العربية الأسد الهزبر الليس السبع القصورة الغضنفر الرئبال الضرغام الضيغم الورد يا نهار ابيض كل دول اسامي للاسد شوف الفوكابيولاري الفوكابيولير قد ايه شوف المفردات قد ايه شوف الغنى هات لي بقى لغه انجليزي ولا فرنساوي الاسد له 10 عشر, عشر, اسماء زي دول وقيس في كل حاجه بقى يعني هذا الغنى من ناحية المحصول المفردات اللغوية مش موجود في أي لغة زي اللغة العربية نمرة اتنين الغنى في الاشتقاق بمعنى ايه بقى لما ناخد كلمة انجليزي زي طول طول في العربي يعني طويل حتى في في شبه بين حكايه طول وطويل وبنلاقي بقى العرب اشتقوا فبقى فيه ايه طال يطول طويل مستطيل ذو الطول طائل وطائلة الله ده فرعوا وفككوا ويشتقوا ومشتق مشتقات ملهاش اخر بينما الانجليز وقفوا عند طول طول ملهاش اشتقاق خالص لان دي لغات فقيرة اللغة الانجليزية لغة فقيرة بينما اللغة العربية لغة غنية جدا من ناحية الاشتقاق تعالوا لحاجة تانية زي مثلا ايه جيد جيد بالانجليزي جود وعلى فكره شوفوا الشبه هنا جود وجيد يعني احنا داخلين في حاجه زي بعضها برضه ومع كده تلاقي جود ما طلعش منها اي حاجه في الانجليزي الا جودنس بس بينما في العربي طلع منها ايه بقى طلع منها جيد اجاد يجيد اجاده جوده جواد جياد الجود وخد بقى مشتقات زي ما انت عاوز فدي معناها غنى في الاشتقاق وبالتالي غنى في المحصول اللغوي اللي يبقى تحت ايد الواحد لما يحب يعبر بينما في الانجليزي ما عندوش الا جود وجودنس وخلاص ما فيش يعني حاجه ثانيه في اللغه العربيه هي القدره في على التعبير في كلمتين اثنين في كلمتين اثنين يعني مثلا في الانجليزي مثلا نقول ايه اي شال نوت جو ده في الانجليزي في العربي اقول ايه لن اذهب بس كلمتين قد كده عشان اعبر على كلمه لن اذهب دي بالانجليزي اعوز عك طويل اي شال نوت جو شغلانه اجي بقى في العربي اقول لن اذهب وتدينا المعنى باختصار وبفصاحه دي برضو عنصر قوه في اللغه نمره النقطه الاخيره بقى تتميز اللغه العربيه بما يسمى بالمستوى الخامس ايه المستوى الخامس ده وهو ذاتيه الحرف ورمزيته يعني حتى الحرف العربي له رمزيه وله معنى حرف لوحده كده بذاته كده يبقى له ايحاءات وله معنى زي ايه مثلا زي حاه وخا واخد بالك يعني ايه الطفل قبل ما يتعلم اي حاجه لما مجرد حاجه سخنه كده حط ايده عليه اح على طول أكن كلمة ح بقت لها معنى وهي الحرارة بينما الكبير لما بينسى حاجة يقول أخ خ لوحدها إدت معنى كلمة ح اللي هو استعملها الطفل كتعبير عن السخونة اتضح إن فعلا الحه دي بتخش في كلمات كلها تعني الحرارة زي إيه بقى زي مثلا حمى حمى حراره حريق حميم حنظل حريف كل دي حاجات تعني الحراره حمى حراره حريق حميم كل الحاه الح... الح... عمال يخش في التكوينات اللي جمل آه كلمات تعبر عن الحراره يبقى إذن الحرف العربي في ذاته له رمزيه وله ايحاءات و... وحتى في الناس البلد في الشارع في الشارع لما آه يقول الواحد يقولوا انت حا. يعني انت حمار بدل ما يعني يلخصوا العمليه كلها يقولوا له حا لان تعودنا على ان الحرف له له رمزيه وله ايحاءات الحرف يكفي انما طبعا في الانجليزي والفرنساوي الحرف ما ينفعش لازم يبقى في جمله ولازم يبقى في كلمه وبعدين انت تستعجب ان الكلمات المقطعه في القران كلها ما جاش فيها حرف خا جه حاميم مثلا لكن ما جاش خاميم ما فيش خاء خالص في الحروف المقطعة وعشان كده بيقول لك ال 14 حرف المقطعة في القرآن بيسموهم الحروف النورانية يبقى الخه دي دخلت في المجموعة التانية إلا هي الحروف الظلمانية اللي فيها ظلمة وفعلا الخه دي بتخش في حاجات كلها سيئة لما أقول أخ يعني نسيت والنسيان ده حاجة وحشة مثلا خ... خه دي تخش ايه في الخردة خردة خرقة خراء خسة خزي خم أنت بتخمني خجل خيانة خلاعة خزلان خنزير خنفس كلها حاجات مش كويس مش حلو فالخه تخش أكن, الحرف في العربي له رمزية وله ذاتية وهو بذاته يعني حاجة دي حاجة ما نلاقيهاش الا في اللغه العربيه فاللغه العربيه احد المعجزات من بالنسبه للغات وهي جديره بان تكون اللغه الام وان يبقى الكل طالع منها لكن طبعا ما حدش من العلماء عاوز يقول دي ابدا دول كلهم بيخبوا الحكايه دي حقد طبعا معروف على الاسلام ويمكن احنا دلوقتي بنتكلم الكلام ده كله والانابل نازله زي زي المطر على البوسنه الشعب البوسنة الأعزل وكل دول أوروبا عاملين رباطية ومنعين إن هؤلاء الضحايا البوسنيين يبقى لهم حق التسلح إنهم يدافعوا عن نفسهم فشوفوا الحقد قد إيه واللي بيحصل في البوسنة بيحصل في الشيشان واللي بيحصل في كشمير بيحصل في بورما بيحصل في الفلبين فيعني في, في حقد موجود على الإسلام وبيخبوا حقائق فاللغه العربيه من الو... بس مش لدرجه بقى انه توصل الفجر انه يقول لك اللغه العبريه اصل اصل اللغات عبريه مين ده كل تاريخ العبريه كله من 1200 سنه قبل الميلاد ما تنفعش دي لغه سلاله ولغه ضعيفه وفقيره ومن المستوى الثالث ولغه ناقصه ولغه كل جذورها 2500 جذر ومش ممكن تقدر تعبر عن الجمله زي الجمل القرانيه اللي احنا بنقراها وعشان كده دي الحكمه فان ربنا استعمل اللغه العربيه كوعاء للكلمه الالهيه القرآن غير ذي ذي عوج قرانا عربيا قرانا قال ايه قرانا عربيا غير ذي عوج لان هذه اللغه هي اللغه الوحيده اللي هتنفع لانها غير ذي عوج هذه اللغه دي كمان عشان لما يقول انا عندي معنى غير زي عوج لازم احطه في لغه غير 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 زي عوج غير ذات عوج فهي الكمالات كمالات اللغه هي اللي جعلت ربنا سبحانه وتعالى يختار هذه اللغه وعقل كلماته لكن مين يقول كده احنا للاسف اعدائنا كتير واحنا ضعاف بس مش لدرجه انهم يرشحوا بقى العبريه انها تبقى ام اللغات ام ايه فيعني الـ الـ دي من الحاجات الغريبة طيب الحكاية أوسع من كده يا جماعة يعني إحنا لما هنتأمل بقى نحاول نستعرض كده نوسع شوية من المنظور بتاعنا عشان نبرها على وجهة النظر دي لأن مش بس الكلمات اللي قلناها هي حكاية أربع خمس كلمات زي الكهف زي زي القسط زي كل الكلمات اللي حكيناها الاول دي نبيل وسكر وارض دول اربع كلمات لكن الحقيقه لما نبتدي نستعرض القاموس كله بقى ونشوف اللغات كلها في الانجليزي مثلا نلاقي كفن كوفن ونلاقي برضه كوفينوس في اللاتيني نلاقي الملاية مروار بالفرنساوي وميرور بالانجليزي نلاقي البركة بروك في الانجليزي نلاقي البخار نلاقي فيبر وفابير ووابوري <applause> نلاقي مثلا بدن بودي وسط الوسط ده ويست بالانجليزي وسط ويست نلاقي مطر ووتر واخد بالك نلاقي مثلا بلف واحد بيبلف واحد في الانجليزي bluff. بلف 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 نلاقي بيزغلل بالعربي تو دازل بالانجليزي نلاقي الهلاوس في العربي هلوسينيشن بالانجليزي نلاقي الليس وهو السبع يعني الليس لاين ليس لاين وبالالماني لاو برضو ليس لاين لاو شوف كلمات قريبة ازاي نلاقي مثلا يقرض بالانجليزي كرود نلاقي هرع بالانجليزي هري هرع هري نلاقي الغسق دسك الله دي الحكاية كبيرة بقى الحكاية كبيرة لما ناخد مثلا في الفرنساوي مثلا نلاقي الصابون سافون نلاقي الثعبان سربون نلاقي الشجن شجران نلاقي مثلا آه القميص شميز ونلاقيه في الايطالي كاميجا قميص شميز بالفرنساوي كاميجا بالايطالي نلاقي مثلا المريض المريض نلاقيه بالايطالي مالاتو وبالفرنساوي مالاد في اللغه الانجلو ساكسون نلاقي الورد معناه ايه ورد الورد ورد نلاقي مثلا هو هو هي وهي هيو في الانجلو ساكسون وهم هم هم اتش اي طبعا الحاجات دي غريبه خالص يعني يمكن ما حدش كان واخد باله لان اللي اول مره يمكن بتسمعوا الكلام ده لما نيجي بقى للايطالي نلاقي الصراط اشترادا واخد بالك وفي الالماني اشتراس اللي هي الصراط او الطريق سترادا بالايطالي وبالالماني اشتراس نلاقي الارز ريزو نلاقي القطه جوتا في الايطالي ونلاقيها بالالماني برضو كاتسي آه وبالإنجليزي كات، آه نلاقي الزرافة جراف جي بالإنجليزي جرافة بالإيطالي والغزال جازيلا بالإيطالي وغزال بالإنجليزي نلاقي المرمر مرمارو يعني اللاتيني مثلا نبص نلاقي القانون كانون البركان فولكانو وبالإنجليزي فولكان آه مثلا البقرة اسمها بوكولا في اللاتيني الأذن ودن يعني الأذن باللاتيني أذن حاجة غريبة أي يو زد أو إن الأذن أذن أي يو زد أو إن مثلا فاضي باللاتيني فيدوس أرجو بالعربي في في اللاتيني ريجو ذكر آه ذكر باللاتيني تفتكروا ايه؟ ذكر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ها؟ فالذكر شوف الذكر جاي ازاي؟ لاتيني والعربي ذكر شالوا النقطة اللي على زي. والغريب القرآن عمل نفس الشيء فهل من مدكر؟ ما قالش من مذاكر، من مدكر. فانت تستغرب الـ 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 ازاي طيب مين خد من مين ما هي بقى خلاص المساله صريحه بقى يبقى مين خد من مين يبقى طبيعي ان كلهم خدوا من اقدم حاجه فاحنا ندور على اقدم لغه ويبقى هي دي محل الكلام واقدم لغه بالنسبه للمخطوطات اللي اتوجدت هي الـ الـ العربي طب طب ما رح واحد يقول لك الهيروغليفي مثلا اقول له طب لا تعال معايا بقى نشوف الهيروغليفي دي هتستعجل في الهيروغليفي بالنطق الهيروغليفي سابي هو ده الصابئ الصابئة ده جات في القرآن الصابئون باللغة الهيروغليفية اسمها سابي ما عندهمش ينطقوا الهمزة اللي عليه دي فيقولوا سابي ومعناها مهدي فالصابئة هم المهديون وهم أتباع الطائفة الحنيفية الإدريسية هم دول الصابئون هم اتباع سيدنا ادريس عليه السلام. فدي اساميهم موجوده في الهيروغليفيه صابي كويس؟ وبعدين انت تستعجب في حكايه حنيف مثلا وحنف الكلمتين دول موجودين باللغه الهيروغليفيه ونطقهم كده برضو وتلاقي الكلمه مكتوب جنبها معمول عليها رسم كده، رسم واحد عم بيعمل كده. لأن حنيف معناها الذي أسلم وجهه إلى الله وهو محسن ها؟ ما أقول لك ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما على الملة الحنيفية بتاع سيدنا إدريس ولازم نعرف أن النبي إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام وصل إلى مصر ونزل مصر قبل ما تنزل عليه الرسالة وكان سنه 80 سنة ودخل درس الديانة الإدريسية في جامعة أون في عين شمس ودرس الحنيفية هناك كل ده قبل ما تنزل عليه الرسالة فالحنيفية بتاع سيدنا إبراهيم جاية من الحنيفية بتاع سيدنا إدريس وكلهم أنبياء ربنا بيقولوا كلمة واحدة وخلاص ما فيش غير كده فهو من أتباع إدريس وهو درس الحنيفية الإدريسية في جامعة أون في عين شمس آه وكذلك سيدنا موسى سيدنا موسى لما آه لقطوه من البحر وبعدين جه الفرعون الهكسوسي رباه ومش عارف ايه فتعلم تعليم راقي فدخل الجامعه بتاعت اون في عين شمس سيدنا موسى وتعلم الم المله الحنيفيه الادريسيه فكله كله جاي من الفرع القديم سيدنا ادريس ورفعناه مقاما عليا ربنا بيتكلم على سيدنا إبريس. ادريس ده كلام رهيب ورفعناه يعني حاجه زي ايه زي سيدنا عيسى ورفعناه مقا مكانا عليه حاجة فالمسألة فال بقى نرجع بقى للحنفية أصلها بقى من سيدنا إدريس والحنفية أصلها ملة مصرية صميمة توحيد المصري الحقيقي فتلاقي كلمة حنفة وحنيف بالنطق الهيروغليفي وجنب الكلمة بتاعت حنف وكلمة حنيف دايما يرسموا رسم كده هيروغليفي واحد عمل كده يعني الذي اسلم وكهو لله وهو محسن هو ده الحنيف ادي اللغه الهيروغليفيه وفي اللغه في اللغه الهيروغليفيه سبعه سيفكس انا انك انت انتك ميه مو عشان كده مو شيء مش مو شيء ديان موسى النبي عليه الصلاه والسلام موسى النبي سموه موسى لانه هو مو شيء يعني بين بين الميه والشجر مو ميه وشي شجر ولقوه هم بين بين الماء والشجر في التابوت بتاعه لما امه القته في النهر فسموه مو شي مو يعني ميه وشايفين طبعا العلاقات بين ميه وبين مو وبين إله حطب مثلا في اللغه الهيروغليفيه حتب امين هو امون مكه هي بكة ودي غريبة بقى جدا غريبة جدا انك تلاقي في الهيروغليفية النطق بتاع مكة بكة وده جه في القرآن بالنص إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين للذي ايه بقى؟ ببكة ده القرآن بقى هو اللي بيتكلم احنا نعرف انها اسمها مكة لأ ده القرآن بيلفت نظرنا الى الاسم القديم واللي موجود في الهيروغليفية زي ما جاب حكاية قصورة وهي اسم الأسب بالحبشية اللغة الحبشية كذلك مكة اسمها الهيروغليفي بكة مثلا لما نلاقي بقى في في الأرقام واحد مثلا أون يعني واحد وأون دي هيروغليفي ون إنجليزي أن فرنساوي أونو إيطالي مثلا نلاقي في الهيروغليفيه حاجات غريبه قوي جنح يعني جناح ينطقوها كده ويرسموا جناحين كده آه نلاقي مثلا الاخره في في الهيروغليفي اسمها ايه؟ اخره الدنيا دار القرار بيسموها في الهيروغليفيه قراره وفيها لفظ الحساب موجود باللفظ الحساب وفيها موت ويموت كلمات عربي وكلمات هيروغليفي في نفس الوقت لما نوصل حتى للروسي نلاقي مثلا بقالة هي بكاليا نلاقي الكحول هو الكوجول في السانسكريتي اللغة الهندية ستة هي سبتم الله يبقى الحكاية بقى يعني 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 الحكاية كبيرة لكن أعجب حاجة الأخ الزميل الدكتور محمد عبد العزيز هو أستاذ رمض كليه طب عمل كتاب اسمه الاصل العربي لمفردات طب العيون. الكتاب ده كتاب غريب قوي. يعني يقول لك حتى المفردات التشريحيه بتاع العين والطبيه اللي كنا نظن انها غربيه لا دي عربي. زي ايه؟ زي مثلا قرنيه بتاع العين هي اللفظ بتاعها الطبي كورنيا. قرنيه كورنيا. اللجام بتاع العضلات اللي هي رباط العضلات اسمها اللجام ده اسمه ليجامنت لجام ليجامنت الهربس الهربزه باللغة العربيه العرش ارش آه دي الفاظ طبيه على فكره البيوبل او بيوبل دي عباره عن الحدقه اللفظ الطبي بتاعها او التشريحي بيوبل وهي اللفظ العربي البويب بيوبل بويب آه الشبكيه مثلا شبكيه العين اسمها الريتنا واسمها العربي الردينه. ريتنا الردينه، الردينه اللي هي النسيج المغزول. فشوف بقى اللفظ حتى الالفاظ الطبيه المتخصصه مثلا الفندس. قاع العين يعني يقول لك هنكشف على قاع العين. فندس جايه من الفنطاس. فندس فنطاس. آه الشيء الناضج المطور اسمه ماتيور بالانجليزي ماتيور مطور آه مثلا اللي هي مرض الايه الميه الزرقاء ده اسمه الطبي جلوكوما واسمه العربي الغلوق جلوكوما الغلوق النمو والعكس تبص تلاقي تروفي واتروفي وتروفي لما تشوف في المعجم عندنا الطروف معناه النماء النماء يعني الطروف ده الطروفي والعكس آتروفي يعني إيه عكس النماء مثلا حكايه ايه الاعصاب لما تتصالب بالشكل ده اسمها ايه بالدي اعصاب العين بالذات اللي طلع على العصب البصري هو طلع للمخ بيتصالب بالشكل ده فده بيسموه في التشريح ديكاسيشن احنا عندنا التقاص من المقص التقاص فشوف الكتاب عجيب قوي يعني انت كل ما تتعمق 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 بتوصل لحاجات غريبه قوي ده فعلا القدم بتاع لغتنا العربيه العظيمه دي والغنى الفاحش بتاع اللغه دي هي ده بيرشحوها 100% لانها تبقى اصل اللغات والدكتوره تحيه عبد العزيز اسماعيل لها كتاب اللغه العربيه اصل اللغات هي استاذه في علم اللغات فهي كتبت هذا الكتاب وبتبرهن برهان قاطع على إن إيه اللغة العربية هي أقدم اللغات وهي أصل اللغات طبعا كل الكلام ده إحنا الحقيقة قلنا ليه أنا بقوله عشان فيلم طلع أخيرا اللي هو فيلم فيديو طلعته أكبر الشركات هي هذا الفيلم مؤده باختصار ان اللغه العبريه هي اصل اللغات <applause> وطبعا عماله ايه السيناريست اللي كتب الفيلم طبعا بيعمل عمليه تدليس ملهاش اخر عشان يوصل لهذا المعنى وشطب حاجات ومسح حاجات وحاول بالعافيه أنه هو يقول الكلام ده فاحنا نشوف الفيلم ونشوف ايه حكايه هذه الدعايات الباطله اللي بتطلع بين وقت للتاني آه سيناريست هذا الفيلم بيقول ان الحكاية كلها ولدت في بابل القديمة وفي بابل القديمة كانت اللغة هي اللغة العبرية ثم تبلبلت الألسن ده كلام التوراة تبلبلت الألسن واختلفت اللغات وتنوعت إلى الخمس آلاف لغة اللي احنا عارفينها وبيقول ان من شأن اللغات انها لما بيمر عليها الزمن بي في حروف في كلمات تندسر وكلمات تضاف كلمات تندثر وكلمات تضاف فبعد حوالي ألف سنه ولا ألفين سنه بتبقى اللغه تكاد تكون اتغيرت تماما فما نقدرش نعرف لكن لحسن الحظ بيقول ان في بعض الكلمات تقاوم الاندثار اللي هي الصناديق الصغيره دي فتلاقيها موجوده فتبص تلاقي اللغه عماله بتتغير خش فيها كلمات جديده وتموت كلمات قديمه لكن تظل فيها كلمات تقاوم الاندثار بهذه الكلمات في الاخر احنا بنعرف اصل هذه اللغه وبنعرف سلالاتها جايه منين آه السيناريست بيقول ان البدايه كلها كانت في افريقيا واول انسان ظهر في افريقيا وبالفعل اول جمجمه وادم جمجمه هي الجمجمه البيضه المرقعه دي دي جمجمة عمرها 100000 ألف سنة هذه الجمجمة لقوها في إثيوبيا ولما درسوا عمرها لا عمرها 100000 ألف سنة السيناريست هنا بيقول إن إيه إذا كان البداية كانت من ألف سنة يبقى غالبا بداية اللغة لابد من أربعين ألف سنة لأن من أربعين ألف سنة بدأت المجتمعات وخصوصا الكروماجنون في أوروبا وكده وبدا ظهور مجتمعات واعداد كبيره تجمعات بشريه ضخمه ودي لابد تتفاهم مع بعضها وظهرت الفنون والرسوم على الكهوف وكده ودي معناها الفن ابتدى دي ده كله يحتاج للغه يبقى اذا بدات اللغه من 40 الف سنه في نظر السيناريست مؤلف ال فاذا اللغه بدات في شكلها الاول البدائي من 40 الف سنه هو بيقول ان من اول الكلمات اللي ظهرت والارقام اللي ظهرت كان واحد واثنين وان ثلاثة واربعة وخمسة الاخر وظهروا بعد كده بعشرة الاف سنة او عشرين الف سنة لكن اول ارقام ظهرت هي واحد واثنين وذلك لان الانسان بي كان بيمشي برجلين اثنين وبيمسك الحاجات بايدين اثنين بيمشي برجلين اتنين فكلمه اتنين دي اول حاجه ابتدى يدركها في الارقام ومضاعفات واحد واتنين ظهرت بعد كده 10000 ألف سنه ده كلام السيناريست كذلك من اقدم الكلمات اللي ظهرت كانت كلمه ايه؟ ملك وملكه وملكه اللي هي اللبن بما معنى اللبن في جميع اللغات ظهرت هذه الكلمات مالكة ملك مالكة ميلوجا ملكه وملك وملكة كل في جميع اللغات ظهرت كلمة اللبن دي فدي كلمات قديمة جدا وقاومت الاندثار بيستنتجها بيستنتج من كده وحدة المنشأ وايضا كلمات زي مثلا الميه ووتر هنا بقى هو اسقط العربي تماما مع ان ووتر ومطر هم زي بعض على طول لكن هو تعرف النية هي الخبيثه بتاع الناس دي عايزين يستبعدوا العربي خالص هذه لغه ناس بربره بهايم فما نجيبوش سيرتها فهو اسقط هذه الكلمه العربيه خالص واكتفى بحكايه ووتر فودا فود فاد فيزي مع ان طبعا فيزي ابعد بكتير من مطر وطر مطر وقال لك الاصل كله كلمة ويتي فربطهم ببعض قال لك بالشكل ده طبعا دي واضح دي في تدليس واضح انه اسقط لغة اللغة العربية تماما من الحساب مع ان شوف احنا قرينا وقريت عليكم تشابهات عجيبة شيء رهيب في جميع اللغات راحوا فين سقطوا منه فين سالت منه فين فهنا بيتصور النطق بيستعيد النطق بتاع النطق الاول من أربعين الف سنه بيتصور هو على كيفه يعني بيتخيل هذا الانسان الاول من أربعين الف سنه بيتكلم وهتسمعه الايه تصورات كاتب السيناريو هنا

يعني واضح فعلا عملية التلبيس والتدليس وإسقاط معلومات معينة واضحة في الفيلم وطبعا الكلام بأن لغة بابل كانت اللغة العبرية وإن الألسن تبلبلت بهذه العبرية واختلفت إلى كل اللغات هي مغلطة تاريخية وصفصطة لأن هو نفسه كاتب السيناريو بيقول اللغات ابتدت من أربعين ألف سنة بينما اللغة العبرية ابتدت من 1200 سنة قبل الميلاد يعني من 4000 سنة بالإجمال لما حتى نبقشش عليها شوية فإزاي يبقى اللي ابتدى من من 4000 سنة هو الأصل بتاع اللغة اللي ابتدت بالفعل من أربعين ألف سنة المفروض يبقى اللغات القديمة هي الأصل وإن اللي ابتدى ده من 4000 سنة سلالة فهو قلب الموضوع وسفسط غير تضحك يعني كلام فارغ. وبعدين في حاجه مهمه جدا ان لما دخل اليهود بابل كان بابل بتتكلم مش عبري كانت بتتكلم اللغه الاراميه والكنعانيه والمؤابيه ودي لغات المستوى الثاني اللي قلنا عليه، وازاي هذه اللغات متسلسله من المستوى الاول اللي هي اللغة العربية الأقدم نمرة ثلاثة إن اللغة العبرية مش بس لغة حديثة وحديثة وفقيرة في حروفها فقيرة في جذورها اللغوية وبالتالي المفروض إن الفقير ياخد من الغني يعني اللغة العربية اللي هي جذورها 16 ألف جذر يعني المفروض ان العبري بقى هي اللغه الفقيره العبريه دي هي اللي تاخد من الست عشر ألف جسر انما اللغه العربي العربيه, العربية تأخذ من العبريه ليه؟ هي لغه غنيه وهي اللغه الاقدم وهي اللغه الاب يعني نوع من قلب المنطق راسا على عقب. فبدل ما يبقى الفقير هو اللي ياخد من الغني لا يبقى الاغنى لغه هي اللي تاخد من افقر لغه، ليه تاخد هي عندها حاجه؟ ما عندهاش حاجه. ورابعا اقدم ما يعرف من لغات في بابل بقى لما نيجي للجد بقى لكلام اللغويين اقدم ما يعرف من لغات في بابل هي اللغه السومريه وهي لغه غير ساميه وهي لغه خارج التصنيف وهي لغه انقرضت ولم تخلف اي سلاله معروفه فكاتب السيناريو في الفيلم بيحاول التلبيس على المشاهد وقبل ذلك قال بيجن ان الاسرائيليين هم اللي بنوا الاهرامات ونظريات طلعت في امريكا قالوا ان بنات الاهرام هم الذين هبطوا من السماء ونظريات ثانيه قالت ان العلماء اللي بنوا الاهرام هم العلماء اللي هربوا من قاره الاطلنط الاطلنطس لما ابتدت تغرق يعني بيستكتروا على مصر <تصفيق> <تصفيق> ان يخرج منها يعني ناس عباقره يعملوا فن عمارة عظيم وكلهم حضارة عظيمة مستكترين مستكترين علينا ده يعني لكن هي طبعا زي ما أنتم عارفين ورا كل ده ها في صهيونية عالمية بتحاول تدور لإسرائيل عن سند للهيمنة والسيادة والريادة وعاوزين باختصار يقولوا احنا الأصل عشان كل إسرائيل يقول احنا الأصل احنا الحضارة احنا التاريخ احنا أم اللغات احنا اللي علمنا المصريين التوحيد احنا اللي علمنا المصريين الزراعة احنا 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 لكن الحقيقة التاريخية بتقول العكس بان اللغة العبرية لغة حديثة لغة من الدرجة الثالثة لغة فقيرة وان هي جاية سلالة من اللغات الارامية والكنعانية وان اقدم مخطوط عسر عليه في سيناء هو مخطوط عربي فالعربية هي اقدم اللغات هذا المخطوط عمره لوحده 4000 سنه وجد في مناجم الفيروز في سيناء العلماء التقليديين بقى عشان يتجنبوا المشكله بالكليه قالوا ان في 5000 لغه في العالم منها 2000 في امريكا وقسموها الى ثلاث مجموعات مجموعه اسمها اندو يوروبيان ودي تشمل الانجليزي وفرنساوي ايطالي الماني لاتيني يوناني سانسكريتي والمجموعه الثانيه افرو اسياتيك قالوا انها طالعه من لغات اسمها لغات البانتو ومجموعة تالتة اسمها الأمريكان اللي طلع من لغات الإسكيمو ولغات الأميرين وبعدين جم لموا كل المجموعات دي وقالوا الثلاث مجموعات طالعين من بروتونوستراتيك لانجوج اللي هي خرجت من أصل أفريقي وإن أفريقيا هي منزل أول إنسان وإن هي أصل جميع السلالات وإن أفريقيا, أفريقيا لابد أن تكون أصل جميع اللغات لكن حد جاب سيرة العربي لا مفيش مع العربي هذه الحكايه كلها لكن مش ممكن الحقيقه هتستخبى وبعدين يا جماعه الحق مضطهد دي مش اول مره في التاريخ كله دايما تلاقي الباطل يعلى والحق يضطهد لغايه ما يجي وقت تبان المسائل وما ظهرتش في الدنيا تظهر في الاخره ما ربنا بيعمل اخره ليه؟ بيعمل اخره ليه؟ بيعمل حساب ليه؟ عشان اظهار الحقائق عشان استعلان العدل لان الدنيا ما عدل للاسف ما فيهاش عدل والى حلقه قادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله